السلام عليكم. مبادرة أممية تم تقديمها كحل سياسي قائم على النقاط الخمس التي تضمنها القرار الأممي والتي قامت المشاورات على أساسها. الرؤية تم قبولها من قبل الحكومة كما جاء في البيان الحكومي. وبحسب تصريحات رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فإن الاتفاق ينص على تسليم السلاح وانسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء ومحيطها ومحافظات تعز والحديدة كمرحلة أولى. ويؤكد رئيس الوفد الحكومي أن الاتفاق يحظى بدعم وتأييد أممي وإقليمي. خبراء يقولون إن الوفد الحكومي بموافقته على الرؤية الأممية قد ألقى بالكرة في ملعب التحالف الانقلابي ووضعهم في زاوية حرجة أمام المجتمع الدولي الراعي لمحادثات السلام والمجتمع اليمني الراغب في إنجاز حل يضع حدا لمعاناة اليمنيين التي تحولت إلى جحيم من مستدام بفعل الانقلاب وغياب الدولة. وهنا نتساءل، هل وصلت المشاورات إلى مرحلة الخيارات الحاسمة بطرح هذه الرؤية الأممية؟ هل سيتم القبول بالرؤية كمدخل للحل السياسي؟ أم أن رفضها من قبل تحالف الانقلاب سيفتح المجال أمام الخيارات العسكرية الحاسمة؟ وهل يلقي المجتمع الإقليمي والدولي بثقله خلف الحكومة الشرعية التي وافقت على الرؤية إذا ما رفضت الميليشيا الانصياع لهذا الإجماع؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. هل وصلت المشاورات إلى مرحلة الخيارات الحاسمة؟ في الوقت بدل الضائع يرمي الخصوم بآخر أوراقهم بعد احتساب أسبوع واحد كوقت إضافي للمشاورات من قبل المبعوث الأممي. الرئيس هادي يعطي الضوء الأخضر للوفد الحكومي بالموافقة على الرؤية الأممية المقدمة للأطراف بالكويت من قبل ولد الشيخ أحمد، فيما يصر الانقلابيون على مواقفهم المتصلبة تجاه أي تفاهمات تؤول إلى حل سليم ويرفضون رؤية المبعوث الأممي. إلا أن ما هو أبعد من الرؤية الأممية هو ردود الأفعال الغاضبة والمنددة التي توالت عقب إعلان التحالف الانقلابي عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد بدءا من الخارجية الأمريكية ووزراء الدول 18 ودول الخليج العربي وغيرها، والتي أجمعت على أن هذه الخطوة تشكل تهديدا خطيرا للحلول السلمية وتقويضا لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها. الموقف الأممي المتمثل بمشروع الاتفاق المقترح والمقدم من قبل ولد الشيخ أحمد والذي جاء منسجما مع النقاط الخمس والقرارات الأممية القاضي بإنهاء النزاع المسلح، يرى مراقبون أنه جاء بمثابة ضربة موجعة للتحالف الانقلابي في معركة كسر العظم الأخيرة، كون مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراءات سياسية تتعلق بإنشاء مجلس رئاسي أو تشكيل حكومة شراكة وطنية. وهو ما يصر عليه الوفد الانقلابي في المشاورات، الرؤية الأممية تضمنت محاور عدة أبرزها إلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخرا وانسحاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوما، وكذا تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح، بالإضافة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما، وكذا استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة ورفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولين بقرار مجلس الأمن 22/16. فهل سيرضخ الانقلابيون للإجماع الدولي من اتفاق السلام في الكويت أم أن جولة أخرى بانتظار اليمنيين بعد جولات من الحرب والدمار على الأرض؟ يظل سؤالا يتأرجح في أذهان اليمنيين وهم يرقبون ما ستسفر عنه الأيام القادمة. إذن بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا. كما أنوه سادتنا المشاهدين إلى أنه من المتوقع أن ينضم إلينا المحلل السياسي السعودي الأستاذ جمال الخاشقجي، وكذلك عضو أو مسؤول التواصل في فريق إسناد الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت الأستاذ محمد العمراني. إذا ما بدأنا أستاذ جمال بهذه الرؤية الأممية التي تتعلق بالانسحاب وتسليم الأسلحة على أساس النقاط الخمس، في أي أو إلى أي مدى تقيم أنها قريبة مما تطرحه الحكومة في المشاورات بشكل عام وكذلك مما يرتئيه الشارع اليمني والشعب اليمني بشكل عام؟ هي كان بالإمكان أن تكون مقدمة وهي بمثابة اختبار جدية للأطراف،
فأثبتت الحكومة أنها أكثر جدية في 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 إرادة الاقتراب من الحل، بينما أثبتت جماعة الحوثي والمخلوع صالح أنهم يعني بالإضافة إلى كل الأدلة التي قدموها هم، كل تحركاتهم على الأرض تصرخ في وجوهنا، ولا 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 أفهم كيف يتجاهلها أي محلل أو أي عاقل أن كل تصرفات الحوثي تقول شيئا واحدا، أن هؤلاء غير جادين في أي عملية سياسية، وغير جادين في الانتقال نحو أي خطوة تساهم في استعادة الدولة. هناك سؤال مهم باعتقادي، السؤال هو لماذا جاء الحوثيون وصالح إلى الكويت؟ هم أتوا إلى هناك لكي يشرعنوا ما فعلوا، وليس لكي يتنازلوا ويقدموا تنازلات. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد لم تصل العمليات العسكرية، لأن هؤلاء الأطراف عودونا وأثبتوا لنا من خلال تحركاتهم على الأرض أنهم لا يفقهون إلا لغة القوة، هم من أثبتوا لنا ذلك. العمليات العسكرية على الأرض لم تصل إلى النقطة التي تجعل الحوثي وجماعة صالح يأتون للكويت للتنازل ولتقديم تنازلات حقيقية جوهرية تساهم، أو على الأقل تهيئ فرص لبناء عملية سياسية حقيقية وفق أسس سياسية. هم يريدون شيئا خطيرا، يريدون أن تكون المؤسسات الشرعية بما فيها مؤسسات الرئاسة والحكومة عبارة عن مؤسسات شكلية بعد أن قاموا بحوثنة الدولة. إذا أردنا أن نستنطق ما يحدث في تركيا اليوم على سبيل المثال، فهناك ما يشبه الآن بالنظام الموازي داخل كل أروقة الدولة. استطاع الحوثيون خلال هذه الفترة أن يجعلوا عناصرهم في كل أروقة وجسم السلطة، سلطة الأمر الواقع، وبالتالي إذا جاءت أي حكومة، لذلك نلاحظ أنه في كل تصريحاتهم يريدون الحكومة أولا. لماذا؟ لأن هذه الحكومة ستكون شكلية، ومؤسسات الرئاسة إذا أتت ستكون شكلية وستدار من كهف صعدة. هكذا يراد لنا النموذج، ربما إذا استدعينا نموذج آخر، نموذج الولايات الفقيه، أن يكون هناك ما يشبه رئيس الرئيس، أن يكون هناك مؤسسات شكلية ثم هناك زعيم مختفي هو الذي يدير الدولة. هذا ربما ما يريد الذهاب إليه. يعني هناك من يطرح أن هناك في هذه الرؤية الأممية المقدمة بعض الملاحظات أو ما يحسب عليها أساسا من نطاق أو من قبيل أنها لم تتحدث عن بقية المحافظات التي يتواجد فيها الحوثيون، وأنها كذلك تعاملهم كشركاء سياسيين، وهم فعليا هم من انقلبوا على العملية السياسية خلال الفترة الماضية. هل تتفق مع ذلك؟ هو احنا اذا اردنا ان نراقب كيف تعاملت الامم المتحده والمجتمع الدولي مع ما حصل في اليمن، هناك تعامل اقل ما يوصف انه تعامل مريب، لانه هؤلاء يرتكبون المجازر. بالمناسبه جماعه الحوثي وميليشيات صالح تقاتل داخل الجغرافيا اليمنيه وكانها اتت من خارج اليمن. لا يوجد فصيل يقاتل منافس له مع بشاعه القتال ابتداء، ثم يقوم بتلغيم الجثث ويقوم بزراعة الألغام، ثم بعد أن ينسحب يرفض أن يأتي بالخرائط فتتفجر البيوت وتتفجر حتى حمامات البيوت. إذن بهذه البشاعة تقاتل جماعة إرهابية داخل اليمن، ثم يتم التعامل معها بهذا الدلال من قبل المجتمع الدولي. يعني استغرب الجميع كيف أن علي عبد الله صالح مصنف ضمن كل وثائق الأمم المتحدة أنه زعيم مافيا وزعيم عصابات حتى في الجانب المالي وشركات غسيل الأموال، بالإضافة إلى أنه مجرم حرب، ثم يأتي ممثل الأمم المتحدة ليقابله. يعني هذا أمر غريب. يعني الذي يراقب تصرفات علي عبد الله صالح بعد هذه الزيارة يرى وكأن علي عبد الله صالح فهمها وكأن هذا موافقة على ما يفعل. يعني يذكرون عندما قام جمال بن عمر، يعني ميليشيات الحوثي اجتاحت العاصمة صنعاء وممثل الأمم المتحدة في غرفة واحدة هو وأمير الحرب الذي يأمر الميليشيات من جانب ممثل الأمم المتحدة أن يجتاح صنعاء بالسلاح. إذا هذا التراكم وطول رحلة الحوثيون من أسوار صعدة حتى وصلوا إلى عمران ثم إلى صنعاء، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينادي الجيش ومؤسسات الدولة الشرعية أن يقف على الحياد. يعني كل هذه تجعلنا ننظر نظرة مريبة لكل تصرفات الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي. لا ترقى أو دعني أقول لا تنسجم قرارات وتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الجرائم البشعة ومع الاستراتيجية التي تبنتها جماعة الحوثي داخل المجتمع اليمني، وهذا وربما حتى مع القرارات التي قامت الأمم المتحدة باتخاذها أساسا ابتداء من القرار 2116 وبقية القرارات ذات الصلة، أليس كذلك؟ هو مشكلتنا ليست في نص القرار، مشكلتنا أن هذا القرار يفقد قيمته. أنا يعني المواطن اليمني البسيط عندما يرى على سبيل المثال أن هناك قائمة عقوبات على رأسها علي عبد الله صالح
وعبد الملك الحوثي، ثم بعد ذلك يتم التعامل معهم بهذا الدلال، تصبح هذه القائمة قائمة العقوبات لا قيمة لها. عندما يكون هناك قرار وقرار بهذا النص الذي قريب لفكرة الشرعية، ولكن الذي يفرغ من محتوى هو التصرفات والتعاملات التي لا تساعد ولا تهيئ الأجواء لتنفيذ هذا القرار، وبالتالي تصبح الصورة الذهنية للأمم المتحدة لدى حتى الشارع اليمني البسيط صورة مهزوزة وصورة مريبة. طيب الآن الوفد الحكومي يعني أعطى بعد موافقة الرئاسة الحكومة الشرعية لموافقتها على هذا البيان، كان هناك تصريحات من وزير الخارجية رئيس هذا الوفد بأنه هناك موافقة وهناك انتظار لما سيقوم به الحوثيون. الحوثيون أبدوا نوعا من عدم الموافقة على ما جاء في هذا البيان، هل من المتوقع أن تستمر المفاوضات بناء على هذا البيان، أم أن هذا البيان سينتهي خلال هذه المدة التي أعطيت وهي إلى 8 أغسطس القادم؟ إلى 7 أغسطس أعطت الحكومة هذه المهلة، وأنا باعتقادي أن الواقع يقول لنا أمرا أبلغ وأكثر دقة. الواقع هو الذي يقول لنا ذلك، هو أن هذه الجماعة لن تقدم التنازلات إلا إذا تغيرت موازين القوة على الأرض. الآن هناك يعني إمكانية، وهذا سؤال مهم، كان هناك إمكانية أن يكون الواقع العسكري على الأرض أفضل وبالتالي يحقق شروط تفاوضية للشرعية أكثر. لماذا لم يحصل هذا؟ هذا سؤال لم تتم الإجابة عليه. لماذا لم تقم التحالف والشرعية بفرض أمر عسكري على الأرض يكون أكثر يعني يشكل واقعا أكثر تهيئة أو أكثر يعني يفرض على ميليشيات الحوثي أن تقدم تنازلات تفاوضية، وبالتالي يجعل الحوثيين وعلي عبد الله صالح يقدموا تنازلات أكثر تساهم في الانتقال للعملية السياسية. هذه النقطة الجوهرية، هذا هو المفتاح، هو أن يتغير الواقع العسكري على الأرض. إذا تغير الواقع العسكري على الأرض إلى درجة يشعر الحوثيون وصالح أنه لا مناص لهم إلا أن يوافقوا على أي اتفاق، وبالتالي يكون اتفاق لصالح الدولة وليس لصالح فصيل. نحن نقول أن نريد استعادة الدولة، لا نريد أن ينتصر فصيل على فصيل، نريد استعادة الدولة، هذا ما يريده المواطن اليمني. طيب دعنا أستاذ جمال نأخذ فكرة أكبر حول موقف الحكومة السياسي وموقفها في هذه المشاورات. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام مسؤول التواصل في فريق دعم وأسناد الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت الأستاذ محمد العمراني. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ محمد. هناك ترحيب حكومي بالرؤية الأممية التي قدمها ولد الشيخ، على الرغم من أن هذه الرؤية لم تعلن بشكل رسمي وواضح من قبله، ما سر هذا الترحيب؟ هو في الحقيقة لا يمكن تسميته ترحيبا، هناك موافقة تمت من قبل الوفد الحكومي على الرؤية المقدمة من ولد الشيخ، والحقيقة هذه الموافقة لها مسبباتها. أولا لأننا نعلم بأن الحل السياسي دائما لا يمكن أن يكون مكتملا 100%، لابد من وضع حدود دنيا وحدود عليا في مسألة التفاوض، وأنا أعتقد أنه الوفد الحكومي رأى بأنه قد حصل على هذه الحدود الدنيا، لأنه أي اتفاق سياسي هناك حقيقة إشكالية واضحة عندنا، وهي أنه نحن حريصون جدا على تسوية سياسية على الوضع القائم بسبب الوضع القائم الاقتصادي. الناس في اليمن تتعب، كل الإشكاليات دخلت إلى كل بيت، التعب وصل إلى كل بيت، هناك بلدان محاصرة، هناك ناس موقفة أعمالهم، الشركات واقفة، كل يعني المجتمع اليمني يعاني من هذه الحرب ونحن نسعى لإزالتها. وإذا كانت إزالة هذه الحرب وإيقافها ستتم عن طريق موافقة على بعض البنود أو على التنازل عن بعض البنود التي لا نرى أنها جوهرية وأساسية، فأنا أعتقد أن الوفد الحكومي رأى المنظور من هذه وألقى بالكرة في ملعب الوفد الانقلابي، وعليهم الآن أن يحددوا موقفهم من السلام بشكل عام وموقفهم من العملية التفاوضية والعملية السياسية بشكل أساسي. هي الفكرة أستاذ محمد. نعم، هي الفكرة أنه هناك حديث من قبل الحكومة على يعني نقاط هذه الرؤية، لكن لم تخرج أي تصريحات من قبل ولد الشيخ أو ممثلين عنه تحدد بالفعل ما هي هذه النقاط، وذلك يعني سيعطي انطباعا في حال ما تغيرت الأمور إلى يعني في الفترة القريبة أن تصريحات الحكومة هي المرجعية الوحيدة لهذه البنود في نهاية المطاف. لا، الأمور ليست بهذه البساطة. الوفد الحكومي وافق على اتفاق مكتوب وموضح وأوراقه محدودة وبنوده موضحة تماما، يعني ليس هناك مجرد كلام يقال هنا أو هناك، البنود واضحة
ومحددة، والوفد الحكومي برأها بشكل جيد وأبدأ ملاحظات كثيرة عليها. لدينا ملاحظات كثيرة، لكن مثل ما أسلفت لك، ما هي هذه الملاحظات؟ يعني ليس الآن مجال لذكر الملاحظات. هناك يعني الاتفاق السياسي بالنهاية، أنا قلت لك فيه سلبيات وفيه إيجابيات. نعم. يعني أكبر واحدة من الإشكاليات اللي هي قبولنا بهذا الوفد بأنه نجلس إحنا على طاولة واحدة ونحن نمثل شرعية منتخبة، بينما هم يمثلون جهة انقلابية، والقرار الأممي واضح في هذا الموضوع. هذا تنازل كبير من قبل الوفد الحكومي وأشياء أخرى من هذا القبيل. نحن أعتقد أنه حصلنا على مسألة الانسحابات، حصلنا على إطلاق الأسرى والمعتقلين، حصلنا على بند استعادة الدولة وإلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء اللجان الثورية وإلغاء المجلس السياسي وإلغاء كل ما ترتب عليه. هذه أيضا نعتقد أنها يعني خطوة جيدة وجبارة في اتجاه الصحيح. اللجنة العسكرية والأمنية ستشرف على الانسحابات. يعني من ضمن الملاحظات مثلا أن هذه اللجنة كان الأصل أن تكون لجنة مشكلة فقط من رئيس الجمهورية، لكن نحن ذهبنا بأنه هذه اللجنة ستكون بالتوافق مع هذه مع الطرف الآخر، يعني التوافق على كل على الشخصيات على الأقل. يعني أقصد أن هناك ملاحظات ليسنا موافقين عليها تماما، لكن الحرص على أنه نذهب في اتجاه السلام هو الداعي الحقيقي والحادي الحقيقي لهذه الخطوة. أعتقد أنه على الإنقلابيين أن يعوا بأنه الفرص لا تتكرر كل يوم، وأن الكرة الآن في ملعبهم وعليهم أن يلعبوها بشكل صحيح. نحن نقف على أكثر من 25 مليون يمني يشكون أن يجوعوا، ولا بد أن نتعامل مع هذه الحقائق. الحقائق يا سيدي أكبر من مسألة مناورة سياسية. الحقائق الموجودة على الأرض، هناك جوع، هناك هناك وضع اقتصادي متردي، هناك اقتتال حقيقي داخل البلد، هناك تمزق للنسيج الاجتماعي. نحن يجب أن نحافظ على ما تبقى من هيكلة الدولة وما يمكن أن يتبقى، ولهذا ذهبنا لهذا الاتفاق مجبرين عليه. نحن نقول أننا ذهبنا إلى الاتفاق مجبرين عليه، مجبرين بفعل هذه الوقائع. طيب أستاذ محمد، أعتقد أنه هذه الخطوة إذا ما تم الاتفاق عليها من الموافقة عليها من قبل الوفد الانقلابي ستكون خطوة جيدة في تأسيس يعني مرحلة جيدة يعود فيها اليمنيون إلى طاولة واحدة. يعني هو في حقيقة الأمر هناك من يطرح عدة نقاط استفهام حول طبيعة لماذا حددت فقط صنعاء وتعز والحديدة كأماكن لينسحب منها الحوثيون، فماذا عن بقية المحافظات التي تقبع تحت سيطرتهم؟ كذلك هذه المناطق في التعامل التي عنها. نعم، كذلك في التعامل الذي تحدثت عنه باعتبار أن الحوثيين هم شركاء في العملية السياسية لا انقلابيين، لكن لماذا جاءت هذه الموافقة الرسمية بشكل مستعجل أو بشكل عاجل؟ يعني بما أنها طرحت في يوم تمت الموافقة تقريبا في ذات اليوم، فعلى ماذا تراهن الحكومة؟ هل على توريط أو يعني جس نبض للإنقلابيين، أم أنها تذهب إلى اعتبار أن الإنقلابيين سيقومون بعدم الموافقة ومن ثم تذهب إلى حسم عسكري؟ أولا غير صحيح الحديث أن هذه الرؤية هي طرحت في الوقت الأخير وفي الوقت بدل الضائع. الرؤية هي عبارة عن خطة تراكمية لجهود أكثر من 90 يوم من المشاورات مع الأمم المتحدة ومع الطرف الآخر، وبالتالي الحديث عن أنها عبارة عن طبخة سريعة يتم من خلالها جس النبض هو حديث غير منطقي وغير دقيق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في مسألة أنت ذكرت أنه في مسألة لماذا المحافظات الثلاث. المحافظات الثلاث نحن تحدثنا في أكثر مرة بأن المحافظات الثلاث هي مرحلة أولى سيتم بعدها الدخول في حوار سياسي، ويمكن الحديث بعدها عن تشكيلات عن 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 حوار سياسي يتم الاتفاق بعدها على شكل الدولة وكيف يمكن أن تكون بعد أن يبدي الانقلابيون نية حقيقية ويسلموا المحافظات المهمة مثل محافظة صنعاء ومحافظة تعز ومحافظة الحديدة. وهذا مقترح الأمم المتحدة على اعتبار أنها خطوة أولى، وليس وهذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي وأولي، سيتبعه اتفاقات وهذا منصوص عليه أيضا داخل هذا الاتفاق. ولذلك لا خوف في مسألة أنه فقط سنحشر الانقلابيون في منطقة واحدة أو في زاوية واحدة وبعدها سيستلمون هذه المدن. المدن البقية ستكون ضمن الخطة الثانية، ضمن الاتفاق الثاني الذي سيكون، وهذا منصوص عليه أيضا في بنود الاتفاق. إذن مسؤول التواصل بفريق إسناد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الأستاذ محمد العمراني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني هل تتفق مع من يطرح أن هذه الرؤية الأممية بشكل عام جاءت ردا على خطوة الإنقلابيين بتشكيل المجلس السياسي الذي أعلنوا عنه، أم أنها جاءت كخطوة أو كثمرة خطوات قام بها ولد الشيخ وقامت بها المشاورات بشكل عام؟ وأنا أعتقد أن هذا نتيجة لصيرورة للفترة
الطويلة التي الماضية التي قضاها قضتها الوفود في الكويت. ما حصل من الانقلابيين هو الخطوة المفاجئة. الخطوة المفاجئة هي أتت من الانقلابيين بأن قاموا بإعلانها بهذا الإعلان السياسي، والذي أيضا يدل بالإضافة إلى القراءة التي ذكرناها يدل على أن هناك عدم جدية في خوض أي عملية سياسية حقيقية. هناك عدم مبالاة، عدم احترام للأمم المتحدة، عدم اكتراث بما تقوله الأمم المتحدة، أنه أنت تشارك في المفاوضات في الكويت ثم تقوم بخطوة أحادية في اتجاه فرض سلطة أمر واقع أو تأكيد لسلطة أمر واقع. هذا يذهب في اتجاه وتأكيد ما نقوله، وأن جماعة الحوثي والمخلوق صالح هؤلاء يتعاملوا وكأنهم زعماء عصابة يريدوا الحفاظ على ما اكتسبوه من الأرض والجغرافيا، ولا يريدوا أن يقدموا مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن. فكرة زعماء العصابة هي الطاغية على تفكيرهم وعلى تحركاتهم على الأرض، وهذا ما أثبتته تحركاتهم. نحن أنا كمواطن من حيث المبدأ كمواطن يمني أتمنى أن يكون كلامي غير صحيح، وأن يثبت الحوثيون ويثبت يعني ميليشيات المخلوق صالح أنها تقدم مصلحة الوطن، لكن الواقع على الأرض هو الذي يصرخ في وجوهنا، وجعلنا نؤكد على هذا التحليل. طيب كيف كانت ردود الفعل الدولية والإقليمية حول هذا الإعلان من قبل تحالف الانقلاب بتشكيل المجلس السياسي الخاص بهم؟ وكذلك هل تعتقد أن هذا سيؤثر فعلا في مواقف الأمم المتحدة والدول الكبرى غير الواضحة من الحوثيين بشكل عام؟ أنا باعتقادي أنه ليس له قيمة حقيقية، لكن هو من زاوية أخرى هو دلالة على عدم جدية هذه الأطراف، لكن على الأرض ليس له قيمة. لماذا؟ لأنه علميا يعني هذا كلام علمي وليس كلام للمناكفة السياسية، أنه أي شرعية تعتمد سواء شرعية مكون أو شرعية ممارسة تعتمد على التوافق الشعبي، على السيطرة الجغرافية على الأرض، على الموافقة الإقليمية والدولية، وكلا الثلاث النقاط غير متوفرة لدى سلطة الأمر الواقع في صنعاء. لم يحصلوا على أي شرعية لا في الداخل ولا في الخارج، وليسوا مسيطرين على الجغرافيا التي تسمح لهم بالحكم اليوم، وبالتالي أي تصرف هو ساقط ابتداء ولا يمكن أن يقترب من الشرعية بأي مجال مهما كانت المسميات، ومهما حاولوا أن يجملوه بمسميات أخرى وبنسخ أخرى. طيب إذن إلى ما يهدفون، خاصة مع عدم موافقتهم على الرؤية التي يعني خلال البيان الذي صدر منهم يبدو أن هناك عدم موافقة على رؤية ولد الشيخ؟ هو عندما يكون هناك طرف لا يحمل مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع، أنت لا تنتظر منه ألا يراعي إلا مصلحته هو، وبالتالي وفقا لهذا المنطق الذي أثبتوا أنهم يفكرون فيه من خلال ممارستهم على الأرض، لا يمكن أن نتنبأ بأنهم سيقومون بأي موقف يخدم مصلحة الوطن. هم لابد أن يرغموا إرغاما على هذا الموقف، لابد أن ينتزع منهم هذا الموقف انتزاعا، دون أن ينتزع منهم هذا الموقف انتزاعا لن يأتي الحوثي ولن يأتي المخلوق صالح ليقول هذه تنازلاتي حتى تأتوا وتحكموا اليمن وتعودوا إلى صنعاء. لن يحدث هذا المنطق لن يحدث. وكما قلت مرة أخرى كمواطن يمني أتمنى أن يكون كلامي هذا غير صحيح، وأن يفاجئون ويتخذوا ولو خطوة واحدة في صالح مصلحة الوطن. هذا المكون الذي أسميه أنا تحالف المنتقمين، هؤلاء اختبروا أكثر من مرة، اختبروا يوم أن اقتربوا من أسوار عدن دون أي منطق سياسي ولا أي منطق جغرافي، وكان بإمكانهم أن ينسحبوا ويسجلوا نقطة أخلاقية ولو من باب المناكفة السياسية، ولكنهم لم يفعلوا وأرغموا على الخروج من عدن. لم يفعلوا ذلك في تعز، لم يفعلوا ذلك عندما أعلنت الهدن ويسجلوا على الأقل نقطة أخلاقية لهم بأن يلتزموا بأي هدنة، لم يلتزموا بشيء. هذا ما أثبتته أفعالهم على الأرض، وعليهم أن يثبتوا غير ذلك للمجتمع اليمني وليس لخصومهم السياسيين. إذا أرادوا أن يكون لهم مستقبل سياسي عليهم أن يثبتوا للمجتمع اليمني وليس لأي خصم سياسي آخر أنهم على مستوى أنهم يحملوا أدنى قدر من المسؤولية الأخلاقية تجاه الوطن. طيب سأسألك عن رأيك بردود الأفعال الدولية بشكل عام حول الملف اليمني وما السجد من ملفات، لكن قبل ذلك نتوجه وإياك والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم من المساء اليمني. أستاذ جمال، لربما كانت ردود الأفعال الدولية قوية أو حادة نوعا ما تجاه خطوات الانقلابيين الأحاد التي وصفوها بالأحادية، بشكل عام كيف يمكن تفسير هذه الردود؟ هو باعتقادي أنها ردود يعني لو نظرنا لها كآنية هي ردود يعني مقدرة،
لكن أنا لا أستطيع أن أنتزع لحظة من سياق، هناك سياق تعامل مع هذا المكون. سياق التعامل مع هذا المكون هو الذي أغرى مكون الحوثي وصالح أن يتخذوا مثل هذا الموقف. هم قرأوه وكأن هذا موافقة ضمنية. هذا الدلال الذي حدث من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة لهذين المكونين هو الذي جرأهم على الاستخفاف بالأمم المتحدة وليس العكس، وبالتالي لا أستطيع أن أعتبر أن هذه الردود يعني التي تأتي للحظة آنية ليست مبنية على نسق تعامل مع مكون انقلابي، مع ميليشيات مسلحة تستخدم الفكرة الدينية وتفخخ المنازل وتسجن الخصوم السياسيين وتفعل كل ما تريد داخل اليمن، ثم يأتي التعامل معها بهذا الدلال. لا شك أنها ستستهزئ بالأمم المتحدة وتستخف بالأمم المتحدة. يوم أن أضيف أحدهم إلى قائمة العقوبات كان يستخف بالأمم المتحدة ويقول أنا في جبال مران، تعالوا إلي وصادروا أموالي من هناك. بمعنى ليس هناك تعامل مع هذا المكون بما يتناغم وينسجم مع طبيعته ومع طريقة تفكيره واستراتيجيته على الأرض، وبالتالي هو تحصيل حاصل سيستغل هذا التعامل وهذا الدلال بما يخدم مصالحه على الأرض. طيب من ناحية خليجية أو إقليمية، ربما هل ترى أن هناك قناعة فعليا أو رسخت من خلال التصريحات التي تخرج بين الحين والآخر وكذلك حول موقف الدول الإقليمية من المشاورات السياسية في الكويت؟ هل تعتقد أن هناك قناعة بأن هذه الرؤية الأممية تمثل فرصة أخيرة، ربما بعدها ستكون هناك توجه نحو خيارات أكثر حسما عسكرية؟ ربما دول التحالف هي تريد أن تثبت للمجتمع الدولي لأنها تواجه ضغوط أنه إذا كان هناك حل سياسي سيعيد الشرعية لليمن وسيحفظ أمن المنطقة، بالتالي هي مع هذا الحل، وأي عقل هو مع هذا الحل. نحن عندما نقول أن جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح لا يفهمون إلا لغة الحسم، لا نقول ذلك ونحن مبتهجون ولسنا مرحبون بالحرب، كلنا أهالينا في اليمن ويمكن أن ينالهم الخطر في أي لحظة، ولكن نقول ذلك لأن الواقع يصرخ في وجوهنا ويقول ذلك. كلنا نتمنى أن يذهب الحل في اتجاه سياسي ويتعقل هؤلاء ويتنازلوا بما يخدم استعادة الدولة واستعادة دولة القانون، وأن يعود الجميع ليعيش في ظل دولة ودولة القانون ودولة العدالة والكرامة الإنسانية. ولكن هذا الكلام ينبغي أن يكون منطلق من الواقع. الواقع يقول لنا أمر آخر، الواقع يقول لنا أن هذا المكون لن يفهم إلا لغة الحسم ولن يتنازل إلا إذا انتزع منه هذا التنازل انتزاعا، لن يتنازل بمحض إرادته لأنه لا يحمل. عندما أحاور مكون يحمل أدنى مسؤولية أخلاقية، لذلك أنا رغم أن هناك لوجه المقارنة بين ما حصل على سبيل المثال في تركيا وما يحصل في اليمن، ليس هناك مقارنة موضوعية، لكن يمكن استنطاق التجربة التركية أن المكونات التي كانت منافسة حتى لأردوغان في لحظة الخطر هدد الدولة كان هناك قدر من المسؤولية الأخلاقية جعلتها تقف بما يخدم مصلحة الدولة. هذين المكونين زعماء عصابة وليسوا يعني أحزاب سياسية حقيقية يمكن أن تقدم مصلحة الوطن في لحظة اقتراب الخطر. اليمن كلها اليوم يعني في حالة يعني يرثى لها، ولكن مهما وصلت اليمن هذين المكونين لا يهمهم شيء ولا يهمهم مصلحة المواطن، تهمهم مصالحهم المباشرة. وهذا ما أثبتت ربما يعني ممارساتهم خلال السنوات القليلة الماضية وما زالت مستمرة هذه الممارسات. طيب هل وصلت المشاورات في الكويت إلى مرحلة خيارات حاسمة ربما مع هذه الرؤية الأممية؟ هو حتى المستضيف بدا بالتذمر من 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 طول المفاوضات، وبالتالي اعتقد انه هذا الاسبوع سيكون اسبوع حاسم. ربما يعني نرى في ضغوط تمارس على جماعه الحوثي، هل سينجح المجتمع الدولي او يعني الامم المتحده في ممارسه الضغوط على وفد الحوثي وصالح؟ انا شخصيا لا اعتقد، يعني ربما من خلال المقدمات الموجوده حتى هذه اللحظه، ان الحوثيون سيوقعون على اي اتفاق يساهم في استعادة الدولة. أتمنى أن يخيب ظني وأن يكون هذا التحليل خاطئ وأن يفاجئ أن الحوثيون وصالح بالتوقيع على اتفاق يساهم في استعادة الدولة أو كخطوة جادة وخطوة أولى في اتجاه الانتقال لعمل سياسي حقيقي. طيب أستاذ جمال، ينضم إلينا الآن في هذه الحلقة السيد جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي السعودي. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور. أهلا بك أستاذ جمال. أمام الخيارات الحاسمة في مشاورات الكويت والتي على أثرها
تم ربما وضع هذه الرؤية الأممية للحل السياسي، تم قبولها من قبل الحكومة الشرعية، هناك تعاونات من تحالف الانقلاب. ما هو المنتظر من وجهة نظرك في مشاورات الكويت خلال المدة المتبقية لها؟ والله أنا أريد أن أقول وأتمنى، وليس هذا بالتحليل أو بالتصرف السليم مني، أن أتمنى أن تكون مهلة الكويت هي المهلة الحاسمة والنهائية. بينما أتوقع هذا إلا أنني أيضا مستعد أن أقول لما قد يحصل تجديد آخر، لأنه حصلت تجديدات أخرى وحصلت انتهاكات أخرى من الحوثيين وعدم احترام للاتفاقات والشرعية الدولية، وتم التمديد لهم في مفاوضات عدة خلال الأشهر الماضية. لكن يفترض أن يعطي التحالف ألتيميتم، إنذار نهائي، إما أن تصلوا إلى اتفاق في اليوم الفلاني وإلا سوف نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى. أنا أعتقد هذا الإنذار يمكن أن يجعل الحوثيين يتعاملون بشكل أكثر جدية مع التطورات الجارية. يعني هو ربما المجتمع الدولي قال يعني كثيرا أو ضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن تعطى فرصة للمشاورات، سواء كانت في جنيف 2، الآن في الكويت، ربما هذه الفرصة الأخيرة في هذا الأسبوع كما يتحدث الكثيرون. لكن هل يعني يعكس التعنت الانقلابي ربما فرصة للحكومة الشرعية والتحالف العربي لأن يظهروا أمام يعني المجتمع الدولي ويقولوا فعليا ليست هناك من فرصة للحل السياسي، هؤلاء جماعة انقلابية لا يؤمنوا بهذه الحلول وهناك حاجة للحسم العسكري؟ هل ستندفع الدول الكبرى في سياق هذا الحسم؟ هو من الضروري أن تسعى الشرعية إلى قول هذا وفعله وأن ينشطوا قليلا في نيويورك لكي يدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار آخر بعد مهلة تمديد المفاوضات في الكويت الذي سوف تنتهي أعتقد خلال 6 أيام أو 5 أيام، لكن لم نرى ذلك بعد ولم يتضح أو يظهر من حديث ولد الشيخ وآخرين أي نية إلى إصدار قرار آخر أو قرار تحت البند السابع أو توجيه إنذار الحوثيين. فبالتالي بينما يجب أن يحصل هذا الشيء لدي شعور داخلي يشعرني بأنه لن يحصل وأن الحوثيين ربما يحصلوا على مدة أخرى للتفاوض. طيب سيد الخاشقجي، يعني بحكم متابعتك أو قربك كذلك من دوائر القرار السعودية والخليجية بشكل عام، ما هو التوجه السعودي القائم؟ لست مقربا من أي دوائر إلا من خضر على الأقل، يعني بحكم اطلاعك على الأجواء في الصحافة السعودية وكذلك الإعلام الخليجي عموما، ما هي الخيارات المتوقعة بخصوص الملف اليمني؟ في اختيارين أو في توقعين. التوقع الأول هو أن مفاوضات الكويت تنجح ويبدأ حل، لكن كم نسبة هذا في المئة أعتقد متواضعة، أو أن تفشل المفاوضات وتمدد لها. الاختيار الآخر هو أن يمارس الضغط، يمارس شيء من الضغط العسكري، أن يتحقق على الأرض شيء يجعل الحوثيين بالفعل يتغيروا، يتعاملوا هم وصالح بشكل أكثر جدية. وضح في الأسبوع الأخير شيئا من الثقة التي أنتابتهم. هذه الثقة يجب أن لا يتمتعوا بها، يجب أن يحصل شيء على الأرض يفقدهم تلك الثقة. فهذا الاحتمال الذي نرجوه ونتمناه ونعتقد أنه لا بد أن يحصل. طيب بسؤال أخير سيد الخاشقجي، هناك تصريحات أخيرة إعلامية للعميد أحمد عسيري تحدث على أن الأزمة يمنية، هل قصد بذلك المشاورات السياسية في الكويت أم أن ذلك يعكس تبدل في وجهة نظر التحالف برأيك؟ أنا أتمنى أنه يقصد أن المفاوضات
يمنية يمنية. وأتمنى أن يقصد بأن حتى السلم أو الحرب هو قرار يمني يمني، ولكن للسعودية كدولة مصالح هي الأخرى مع اليمن، وهذا موقف سعودي مبدئي له علاقة بالأمن القومي السعودي، أن لا ترتضي بوجود هذه الجماعة الانقلابية وجماعة الصالح في صدارة الحكم في اليمن. يعني التفاوض والحرب السلم يمني يمني، ولكن أيضا للسعودية علاقة بالأزمة اليمنية وتخصها بأنها، وأتمنى أن يعلن مسؤول سعودي أو يجدد الإعلان بأن السعودية لا تقبل بحيرة الحوثيين حتى لو أطلق اليمنيين ذلك. يعني لا قدر الله لو أطلق اليمنيين سيطرة الحوثيين على اليمن، أعتقد يجب على المملكة أن ترفض هذا الشيء. المحلل السياسي السعودي الأستاذ جمال خاجقشي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، من الواضح من حديث السيد الخاشقجي أن هناك استراتيجية سعودية وخليجية تتعلق باليمن، هناك مواقف تؤكدها التدخل الذي تم من التحالف العربي سواء عبر عاصفة الحزم أو إعادة الأمل. هل ترى أن هناك نوع من التكتيك الذي يجري الآن من قبل هذه الدول بشكل عام بما يخص الملف اليمني؟ هو أنا باعتقادي أن هناك إحساس بالخطر من قبل يعني الخليج تجاه ما يحدث في اليمن، هناك إحساس حقيقي انعكس على قرارات جادة. لكن في الوقت نفسه هناك ربما أخطاء لها علاقة بإدارة الحرب على الأرض، أو تقديرات، ربما تقديرات خاطئة، وأحيانا هناك ما يشبه يعني الانجرار نحو تصفية حسابات الماضي مع مكونات محددة، وبالتالي يؤثر على الحسم على الأرض بشكل أو بآخر. هذه الأخطاء اللي لها علاقة بالجانب الإداري ربما، وبجانب تقديرات بعض المواقف، هذه التي جعلت إيقاع المعارك على الأرض لا يتسارع بالشكل الذي يصنع واقع عسكري يجعل الخناق يضيق حول الحوثيين وجماعة صالح. هذا من زاوية أخرى. هناك جبهات دعني أقول ذات حساسية حدث استرخاء في الحسم بها رغم قدرة التحالف ربما على تحقيق، طبعا التحالف بمساندة المقاومة على الأرض، على تحقيق انتصارات استراتيجية تسهم في تحسين الشروط التفاوضية للشرعية. طيب بشكل عام ما هي الخيارات المطروحة لنقل بداية أمام دول التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن إزاء هذه المشاورات السياسية وإزاء بيان أو رؤية ولد الشيخ وكذلك إزاء الواقع على الأرض؟ هناك باعتقادي أنا جهد ربما مهمل من قبل الشرعية والتحالف، هو جهد التعريف بهذا المكون لدى أروقة الأمم المتحدة وراء أروقة مطابخ القرار، خلينا نقول في الاتحاد الأوروبي وفي المجتمع الدولي بشكل عام. هذا جهد أعتقد أنه لا يبذل في ظل وجود جهود لمنظمات تتبع جماعة الحوثي في هذه الأروقة وفي أماكن ربما حساسة تساهم في تشكيل صورة ذهنية عن جماعة الحوثي مختلف. عندما تراقب الإعلام الغربي على سبيل المثال تجد أن هناك صورة ذهنية مغلوطة عن الوضع في اليمن. طيب لماذا أنت لديك تخوض حرب بهذا الحجم؟ لماذا لا يكون هناك غرفة عمليات إعلامية تساهم في توضيح صورة هذا المكون؟ جماعة الحوثي لا تحتاج إلا من يسلط الضوء على مجازرها البشعة حتى تعرف للعالم، تعرف للرأي العام الغربي. للأسف هذا لم يحصل، ولو كان حصل من وقت مبكر لكنا جنينا ثماره في هذه اللحظة. فعلى سبيل المثال هذه إحدى الإشكاليات التي ربما ألمح إليها الأستاذ جمال خاشقجي، وهي بالفعل نقطة حساسة. النقاط الأخرى هو لابد أن يكون هناك تحركات عسكرية دعني أقول نوعية تشعر وتوصل رسائل مباشرة للحوثيين وصالح أننا نستطيع أن نقترب منكم ونستطيع أن نهددكم تهديدا وجوديا. إذا حصلت هذه التكتيكات العسكرية سوف تنجح المفاوضات السياسية. ما لم يعني تحصل وشعر الحوثيون وصالح بالإطمئنان لن يقدموا تنازلات مهما يعني طالت الأزمان ومهما طالت دعني أقول المناورات السياسية الغير مدعومة
بعمل عسكري على الأرض. طيب إذا ما جئنا إلى هذه اللحظة الراهنة الآن، هناك ربما أسبوع من التداول السياسي أو التعاطي السياسي في مشاورات الكويت كما هو معلن، لربما يعني يتم الإعلان عن تمديد كما حصل سابقا، لكن ما هو المطروح الآن على الأرض أو ما هو المتوقع فعليا؟ هل تتجه الأمور إلى انفراجة سياسية أم أن الفشل السياسي إذا حدث في الكويت سيدفع باتجاه العمل العسكري على الأرض بشكل أكبر؟ هو أنا باعتقادي أنه لن يحدث في الأيام القريبة تقدم حقيقي في المفاوضات حسب ما أتوقع من المقدمات المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة. ربما يتم اتخاذ قرار تمديد وبالتالي تستمر معاناة اليمنيين في ظل عدم تقدم أي خطوة نحو الحل. إذا تم التمديد أو دعني أقول حصل هناك عمل مسافة ما بين الخط السياسي ويستمر الخط العسكري في العمل على الأرض، ربما هذا السيناريو سيكون أقرب. هل هذا متاح؟ نحن هو متاح للحكومة الشرعية ومتاح للتحالف، هم قادرين ويمتلكون من أدوات القوة ما يمكنهم من ذلك. ولذلك نحن لماذا أحيانا نتوجه بلغة فيها النقد؟ لأن نحن متأكدين من خلال اطلاعنا على الأرض أن هناك إمكانية لصنع شيء عسكريا. هذه نقطة مهمة. نحن لماذا نريد أن لماذا نبدو وكأننا نرحب بالحل العسكري أو نميل للحل؟ لأن الحرب إذا توقفت بعملية سياسية مشوهة ومنقوصة لن يكون إنهاء للحرب، وإنما سيكون تأجيل لهذه الحرب. مفهوم. اليمنيون ملوا من الحروب ويريدون أن تكون هذه الحرب الأخيرة. أنا أكرر هذه المقولة لأنها مهمة، أنه حتى تكون هذه هي الحرب الأخيرة لابد أن يكون هناك عملية سياسية حقيقية على قواعد موضوعية تستطيع أن نثق أنها فعلا ستكون مستقبل سياسي حقيقي يصنع دولة القانون ودولة الكرامة الإنسانية في اليمن. طيب تعنت الانقلابيين الذي يبدو الآن وعدم موافقتهم المتكررة على الكثير مما يطرح أمميا وكذلك دوليا، هل سيدفع المجتمع الدولي إلى إلقائه بثقله خلف الحكومة الشرعية التي يعني هي وافقت في نهاية المطاف على هذه الرؤية التي قدمها ولد الشيخ؟ هو أنا أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة من المفترض أن تشكل حرج للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ظل أن الحكومة الشرعية توافق على اتفاق بينما الإنقلابيون يفرضون شروطهم ويتعنتوا أمام الأمم المتحدة في ظل كل هذا الدلال. لذلك إذا لم تقرأ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذا على أنه دلالة على أنه على تغيير استراتيجية التعامل مع جماعة الحوثي سيزيد من نسبة الشك والريب في هذا التعامل. طيب إذا ما لخصنا وبعجالة أستاذ جمال نقاط الضعف في التعاطي أو التعامل أو الأداء إن صح التعبير للحكومة الشرعية خلال فترة المشاورات السياسية وما سبقها، أين يمكن تحديد أو إجمال هذه النقاط؟ أنا باعتقادي كمشاورات باعتقادي أن الوفد الحكومي كان بالمجمل يفعل يعني ما ينبغي عليه فعله أو ما هو مطلوب منه كمفاوضات، لكن عندي فكرة وهي فكرة مهمة جدا، أن المناطق المحررة الشرعية ليست فقط شرعية قانونية، كما أن هناك قانون وروح للقانون الشرعية لها روح الشرعية. كنا نحتاج في اليمن أن يتم الإجابة على أسئلة المواطن البسيط في المناطق المحررة. مرة أخرى إذا استنطقنا التجربة التركية الذي جعل الناس يخرجون أمام الدبابات ليس فقط أردوغان والتعلق بالعدالة والتنمية، ولكن لأن أردوغان استطاع أن يقترب من أسئلة المواطن البسيط واستطاع أن يجاب أسئلة تمس المواطن وتمسه خدميا. نعم نحن كنا نريد أن تجسد روح الشرعية من خلال ممارسات حقيقية يشعر المواطن في المناطق المحررة أن هذه الحكومة تقدم له أدنى حد من الحلول لمشاكله. للأسف الشديد بدرجة كبيرة هذا لم يحصل، وبالتالي استثمره إعلام الآخر ويقولون أن صنعاء أكثر أمنا من كذا أو صنعاء فيها وعدل. بدأت تحدث هذه المقارنات التي للأسف الشديد كنا نستطيع ألا تحدث. إذن نصل أستاذ جمال المليكي إلى ختام هذه الحلقة. في ختام أشكرك وأشكر جميع السادة المشاهدين الذي تكرموا بالمتابعة. مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى حين نلتقي دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.